لو احنا عايزين نرسم structural plan يعني مسقط افقي انشائي، احنا اتفقنا قبل كده قلنا في الانشائي بيهتم باللي شايل بس. لو مثلا بنتكلم على مبنى سكيلتون تايب، قلنا اللي شايل فيه ايه؟ بلاطات، كمرات، اعمده، قواعد، يعني بمعنى اصح الحوائط والابواب والشبابيك مش شايله حاجه، ففي الانشائي ما بنحتاجش نرسمهم. لو احنا حاليا عايزين نرسم بلان انشائي مسقط افقي انشائي، دايما في البلان بنقطع في منسوب نص الدور، والانشائي بيبص لفوق لان هو اللي يهمه شكل السقف والكمرات، يعني الجزء اللي تحت القطع دوت مش هيبان. مبدئيا كده احنا قطعنا في ايه؟ قطعنا في الاعمده، فالمفروض الاعمده تتهشر، لكن بعد كده احنا مش قاطعين في حاجه تانية، الباقي كله هوا لان احنا شلنا الحوائط والابواب والشبابيك. لكن هنشوف ايه لما نبص لفوق؟ هنشوف الكمرات وبينهم البلاطات. يعني بمعنى صح لما نيجي نرسم كده هتكتشف ان عندنا الاعمده بس هي اللي اتهشرت، وبعد كده بقى عندنا ايه؟ بلاطات وكمرات. عندنا قاعده مهمه جدا 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 في الخرسانه وفي الاستراكشر، هي ان اي كمره عندنا لازم عشان تبقى ستيبل تتشال على الاقل على تو سبورتس. يعني طب ايه انواع السبورتس اللي ممكن تشيل الكاميرا؟ ممكن يكون عمودين، او ممكن يكون كمرتين، او ممكن يكون ناحيه كاميرا وناحيه عمود. يعني مثلا كاميرا زي دي دلوقتي متشال على ايه؟ متشال على العمودين دول. طب الكاميرا دي متشال على ايه؟ متشال على الكمرتين دول. طب الكاميرا الصغيره دي متشال على ايه؟ متشال على الكمرتين دول. يعني معنى صح لما نحب نرسم الكلام ده في البلان هنلاقي شكله عامل ازاي. اول حاجه زي ما قلنا الاعمده هتتهشر، بعد كده هيبان عندنا الكاميرات وفي بينهم البلاطات. طيب كاميرا زي دي زي ما اتفقنا هتبقى من شال ايه التو سبورتس بتوعها؟ العمودين دول. طب الكاميرا بالطول دي هيبقى ايه التو سبورتس؟ الكاميرا اللي فوقيها والكاميرا اللي تحتيها. الكاميرا الصغيره دي ايه التو سبورتس بتوعها؟ كاميرا يمينها والكاميرا شمال. طيب عندنا قاعده كده لو حد يفتكر احنا كنا خدنا في المعماري قبل كده، لو عندي حيطين اتقابلوا مع بعض بنرسمهم مفتوحين على بعض. لكن في الانشائي دلوقتي لو عندي كمرتين تقاطعوا مع بعض ما برسمهمش مفتوحين على بعض، بنعملها انديكيشن دايما ان الكاميرا اللي شايله هتترسم مكمله والكاميرا المتشاله هتقف. اوكي طيب، يعني بمعنى اصح في البلان اللي احنا كنا راسمينه دلوقتي عند تقاطع الكمرتين دول واضح قوي ان الكاميرا اللي بالعرض هي اللي شايله والكاميرا اللي بالطول هي اللي متشاله لان هي اللي واقفه. طيب الكونكشن دي بين الكمرتين طبعا واضح قوي ان الكاميرا اللي بالطول هي اللي شايله والكاميرا اللي بالعرض هي اللي متشاله. طيب حاجه كمان، هو اماكن الكاميرات دي احنا جبناها منين؟ يعني ايه اللي خلاني احط كاميرا في المنطقه دي بالظبط؟ ليه ما اتشفتتش يمين او شمال؟ احنا بنجيب دايما اماكن الكاميرات من البلان المعماري. ازاي؟ المفروض دايما كل حيطه من دول متشال عندنا على كاميرا، يعني مكان كل حيطه المفروض نحط عندنا كاميرا. يبقى لو انا لقيت حيطه في المنطقه دي يبقى انا عرفت ان في تحتيها كاميرا في المنطقه دي، لو في حيطه هنا يبقى ساعتها في كاميرا في الحته دي وهكذا. يبقى دايما اتفقنا اماكن الكاميرات اللي هي نفس اماكن ايه؟ الحوائط اللي بنجيبها من البلان المعماري، بس بنزود عليها دايما حاجه صغيره. بعد ما نرسم الكاميرات مكان الحوائط وطبعا نعمل الشايل ومتشال وكل دوت، يا ريت نعمل تشيك على مساحه البلاطات، لان يفضل لو مساحه البلاطه كبيره عشان الديفليكشن بتاعها ما يبقاش كبير قوي يفضل نحط لها كاميرا في النص عشان تقلل مساحه البلاطه. يعني مثلا لو البلاطه دي كبيره قوي ممكن نحط لها كاميرا عشان تقلل المساحه، ساعتها تقلل الديفليكشن شويه. طبعا ده هيبقى حسب المساحه، وان كان الكلام ده يعني ان شاء الله هتعرف بعدين ان احنا ممكن نلغيه لان احنا ممكن ساعتها نستخدم سيستمز بلاطات تانية او نزود تخانة البلاطات. لكن مبدئيا كده خلينا السنة دي او خلينا في الفايل دوت نتكلم ان لو المساحة عندنا زادت عن 36 متر مربع يفضل ساعتها نحط ايه؟ نحط كاميرا زيادة عشان تقلل مساحة البلاطة. طيب حاليا دلوقتي ترتيب رسم الكاميرات، المفروض طبعا احنا اتفقنا الكاميرات خلاص موجوده اماكن الحيطان، لكن لما نيجي نرسم في قاعده مهمه جدا عشان ما نتلخبطش، ما ينفعش ترسم اي كاميرا غير لما التو سبورتس بتوعها يبقى اوريدي اترسم. اوكي طيب انا حاليا لما ابتديت ارسم مش اول حاجه انا مهشر الاعمده؟ طيب يبقى انهي كاميرات تترسم الاول؟ اكيد اللي بين الاعمده لان دي اوريدي السبورتس بتاعتها خلاص مرسومه اللي هي الايه؟ اللي هي الاعمده. فاول كاميرات ببتدي بيها اللي هي بين الاعمده. طيب بعد كده اي كاميرا تانية ما ترسمهاش غير لما التو سبورتس بتوعها يترسموا. يعني الكاميرا الصغيره اللي بالعرض دي ينفع نرسمها دلوقتي؟ ما ينفعش لان السبورت اللي على اليمين ده لسه ما اترسمش. طيب الكاميرا اللي بالطول دي ينفع تترسم؟ اه ينفع لان التو سبورتس بتوعها فوق وتحت خلاص اترسموا. وطبعا وانس ان انت رسمت الكاميرا اللي بالطول دي تقدر ساعتها تعمل الكاميرا اللي بالعرض لان ساعتها التو سبورتس بتوعها اترسموا. يبقى دايما اتفقنا الترتيب، بوصل الكاميرات اللي بين الاعمده الاول، بعد كده بعمل الكاميرات المتشاله بعد كده بعمل الكاميرات المتشاله عليها. طيب وطبعا زي ما اتفقنا بعد كده المفروض نعمل تشيك على مساحه البلاطات، لو واحده فيهم اكبر من 36 متر مربع يفضل ساعتها تحط لها ايه؟ كاميرا في النص. برضو في عندنا معلومه مهمه جدا، يعني حاجه بالسنس كده، لو انت عندك كاميرا شايله كاميرا تانية ينفع الكاميرا المتشاله يبقى دبسها
اللي هي التي بتاعتها اكبر من الكمره الشايله، طبعا ما ينفعش، لان ساعتها كده هيبقى في جزء عندنا متشال على الهواء. فعشان كده لو احنا بنحسب الكمرات زي ما هنعرف بعدين ان شاء الله، لقيت تخانه الكمره متشاله اكبر من الكمره الشايله، ساعتها بنزود تخانه الكمره الشايله نخليها على الاقل قدها. طب ينفع الكمره الشايله يبقى دبسها او التخانه بتاعتها اكبر من الشايله؟ اه طبعا ينفع، ما فيش اي مشكله.